وانا وصلت حيا وانا وصلته. اهلا وسهلا فيكم، يلا حج مبرور ان شاء الله. بورود المحبة ومقال الحنين قوبل ضيوف الرحمن او حجاج بيت الله الحرام الذين رحلوا عن الاهل والاوطان نحو البيت العتيق وعادوا بحج مبرور وذنب مغفور. مقصد الحج هو ان نتقي الله تعالى، والانسان يرتقي بنفسه، وحينما الانسان يرتقي بنفسه سيخدم نفسه وسيخدم مجتمعه وسيخدم الانسانيه جماعة. للحج معان عظيمه لا يعيها الا من عايشها، فهناك لا فرق بين حاج واخر، كلهم جاءوا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معدودات. الشعور الحمد لله ان الواحد يرجع لبلده بعد زياره النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد تأدية مناسك الحج مع كل صعوبتها ومع كل التعب اللي فيها، هذا شعور جيد الحمد لله. رحلة روحانية اللي احنا نفتقر إليها بعالمنا هذا وبوضعنا الموجودين فيه. في الحج يجتمع المسلمون على صعيد واحد فتتآلف القلوب وتتهذب النفوس، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. النوم في غرفة واحدة مع أخواتي اللي ما كنت تعرفهن، يعني ولا مرة كنت أنت تعرفهن في حياتك، فبين يوم وليلة أنت بتصيروا أخوات يعني، وبتصير علاقة وطيدة. كيف هاي العلاقة؟ يعني كنت أتفكر في الليل كيف يعني سبحان الله، يعني أصبحت أنا وهذه الأخوات علاقة جدا جدا قوية، علاقة اللي هي حب وود. رغم فراق الأحبة ومشقة الطريق، إلا أن وقوف ضيوف الرحمن شعثا غبرا بين يدي المضيف يختزل ما دون ذلك، ولسان حالهم يقول لبيك اللهم لبيك.